إذ اطلع وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي على واقع القطاع بولاية خنشلة داعيا إلى الدفع بالمكونين إلى الإسهام في الحركية التنموية. نور الدين دروي. 20 مؤسسة في قطاع التكوين والتعليم المهنيين بخنشلة تحتضن في فضاءاتها ما يرب من 9000 متكون في أنماط التكوين المختلفة لتفرز يدا عاملة مؤهلة قادرة على تقديم القيمة الإضافية في مجالات العمل وترقية التنمية. كل واحد يعني لشوة تاعو. احنا صافي خيرنا الجراند كولتور بقناعة يعني. وبكل قناعة هي. كل مرأة كل راجل. كل كيف. بقى جات في الواحد كيفه وش حب يدير وش حب يخدم في المستقبل. واقع وقف عليه وزير القطاع نور الدين بدوي في زيارته العملية لولاية خنشلة اليوم، حيث أكد على أهمية العمل الجواري لتعميم ثقافة التكوين، وألح على ضرورة استغلال المشاريع التنموية في استقطاب المتكونين لتأهيلهم في الميدان. وهذا انطلاقا من خصوصية هذه المنطقة والطاقات الخلاقة في مجال الفلاحة وفي مجال بكل تخصصات نتاعها. إذن مع سيد والي وسلطات هذه الولاية نجعل من خنشلة قطب بامتياز للتكوين في المجال الفلاحي وفي مجال الصيانة للآليات الفلاحية. الإمكانيات والمنشآت موجودة. فالتكوين المؤهل للطاقات مفتاح النجاح في الحياة.